لقد كان انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة عشية فبراير 2019 أن كادت أن تعصف بمقومات أمتنا ويفسح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه خلال سنوات طوال. غير أن الهبة الوطنية المباركة لشعبنا الأبي وتلاحم الجيش الوطني الشعبي معه أحبط مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها ومتطلعة لمستقبل أفضل لأبنائها وشبابها.